السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي نهضروا فيه على منحة الدراسة، وهي المعروفة بلا بورس. يعني منحة ديال الدراسة فيها أنواع، يعني وكتختلف من سيكل لسيكل، يعني واش باغي تجي تقرا الدكتوراه الماستر ولا الطالب في السلك الأول، يعني ولا في لي هوتيكول. بالنسبة للطلبة اللي كيجيو يقراو في لي هوتيكول ولا كيبداو عاد لو بروميير سيكل ديالهم، السيكل ديالهم ما يقدروش يديروا واحد لا دوموند نتاع الفيزا، واخا حتى يقدروا يديروا هاد لا دوموند نتاع الفيزا الشروط كتكون صعيبه، لان كاين واحد الخاصيه اللي كتطيح هاد الشروط كامله، وهي ان الطالب ملي كيجي كيكون عنده واحد انغارون هو اللي كيفينونسي لي زيتود ديالو، هو اللي كيفينونسي لي فري سكولير ديالو، لي فري دو سوان سونتي، لي فري دو لونجمون. يعني في هاد الحاله هذه كيكون صعيب باش انك تاخذ واحد المنحه. بالنسبه للطلبه اللي كياخذوا يجيو يديروا الماستر ويجيو يديروا الدكتوراه، امكانيه، كاين امكانيه، كنهضروا على امكانيه، ما كنهضروش على 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 يعني على جزم ولا على على انك غادي تاخذ هاد المنحه ديالك، لانك خصك توفر على مجموعه ديال الشروط باش تاخذ هاد المنحه ديالك. الناس اللي جايين الوغ يديروا الدكتوراه والماستر، هادو كيقوموا بواحد الطلب للجامعه. هاد الطالب هذا فيه مجموعة نتاع الشروط خصو يتوفر عليها الطالب أو الباحث اللي راه جاي يدير هاد الدراسة هذه هنايا. ألور من بين هاد المتطلبات اللي كطلبها منك الجامعة، أولا خص تكون كتنتمي للدول، ماشي الدول النامية ولكن الدول اللي عاد يعني في طور النمو، يعني في طور التنمية، يعني ماشي ناميه، يعني نقدروا هنايا بهاد الحاله هذه نقصيو الدول بحال المغرب، تونس، الجزائر، يعني كيكون صعيب. ولكن كاين كتبقى هذيك الامكانيه انك تاخذ منحه الدراسه الى جاي دير الدكتوراه او الماستر. الانواع ديال الدكتوراه كتختلف، يعني كتختلف من منطقه لمنطقه. كنعرفوا بان هنايا بلجيكا مفرقه الى ثلاث مناطق، الفلوندر والوالوني والجيرمانوفون. يعني حنا كنهضروا الاختصاص ديالنا غادي نخصوه بالنسبه للوالوني. يعني كاين مجموعه نتاع لي زورغانيزاسيون اللي كيقدموا هاد المنحه هذه. بالنسبه لي زورغانيزاسيون غادي تلقاو واحد الرابط في لو كومونتير اللي غادي تجدوا فيه مجموعه من المعلومات وديتاي اون ديتاي. هنا غادي نهضروا غير بصفه عامه، ولكن لي ديتاي غادي يكونوا في الرابط لتحت نتاع مجموعه نتاع لي زورغانيزاسيون اللي كيقدموا المنح بالنسبه للطلبه. كما قلت لكم بان المنحه نتاع الماستر حتى هي كذلك كتختلف. مثلا نعطيكم واحد المثال بالنسبه في لونيفرسيتي دو ليج، المنحه نتاع الماستر عندها واحد الشروط، وهي كيقول لك مثلا الطالب اللي باغي يجي يدير الماستر هنا في اليونيفرسيتي نتاع لياج خصو يكون عنده علاقه ما بين هذاك العلاقه مع الجامعه. كيفاش؟ يعني انك تكون تعرف شي بروفيسور ولا كتقدم الطلب ديالك لهذاك البروفيسور اللي كتكون عندك ديجا معاه واحد العلاقه، وواحد العلاقه يعني في الاطار تاع التعليم، يعني ماشي شي حاجه اخرى. المهم كتربط معاه واحد الاتصال، وهو اللي كيقدم بهذاك كدير له واحد ان دوسيي، كيطلب لك ان دوسيي، وبهذاك الدوسيي هذاك كتدفع لواحد اللجنه، وهذيك اللجنه هي اللي كتقوم بدراسه ديال الطلب ديالك، وكتقول لك واش نعطيو لك لابورس ولا ما نعطيولكش لابورس. ولكن في غالب الاحيان بالنسبه للطلبه اللي باغيين يجيو يقراو في بلجيكا ومي كيديروا واحد دوموند دو فيزا، ما ينساوش بانهم كيديروا لانكس 32. واحد لانكس 32 الا قريتو فيه مزيان غادي تشوفوا بان لو غارون ديالك هو اللي غادي يكون يتحمل التكاليف الدراسيه ديالك المدة الإقامة ديالك في بلجيكا أو المدة الدراسية ديالك في بلجيكا ولا المدة سنة. يعني في هذه الحالة هذه يعني كتسقط عليك أنك هذيك الضغوة باش أنك تاخذ المنحة. يعني الفو فير تخي أتونسيون في هذا الشق هذا، وباش بزاف ديال الطلبة ما يعولوش انهم يقولوا نمشيو لبلجيكا وغادي نطلبوا المنحه وصافي و سي تي بيان. لا، خص الانسان يقدم الطلب ديالو منه في المغرب، من يكون في المغرب بدي في هذه الاجراءات هذه باش يشوف واش انه يحصل على المنحه ولا ما غاديش يحصل على هذيك المنحه. غادي نرجعوا بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو يديروا الدكتوراه. بالنسبه لهذوك الناس اللي جايين يديروا الدكتوراه، كاين امكانيه انهم ياخذوا المنحه، وهو انهم خصهم يقدموا واحد الطلب كومبلي. هذاك الطلب غادي يتضمن فيه نوعيه البحث،
غادي تضمن فيه مجموعه نتاع خص يكون عنده الماستر متحصل بها بدرجه ممتازه، وخصو يعني تكون في واحد المجالات اللي هي محدوده. بالنسبه لهذه المعلومات كما قلت لكم، غادي تلقاو الرابط لتحت في التعليق اللي كي يجاوب على جميع الاسئله ديالكم. يعني خلاصه القول وخلاصه يعني تاع هذا الفيديو هذا، بان الطالب يعني اللي وخصوصا لو نور دافريك عندهم امكانيات قليله 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 باش انهم ياخذوا واحد المنحه ديال الدراسه، ولكن هناك امكانيات العمل والحصول على عمل. من بعد ان شاء الله في فيديوهات اخرى غادي نتطرقوا لهذه الامور هذه، إضافة إلى في الفيديوهات الأخرى إن شاء الله غادي نشوفوا كذلك الفرص، كما قلت لكم فرص العمل، وغادي نشوفوا كذلك يعني طريقة الحصول على المسكن ولا الطرق، يعني قبل أنك ما تجي لبلجيكا توجد نفسك، إلا ما عندكش فين غادي تكون توجد نفسك من تما، باش أنك منين تجي ما تتفاجأش بصعوبة الوجود تاع السكن، يعني تاخذ لي كونتاكت ديجا في المغرب. يعني خلاصة القول ديالنا بأن، وهي يعني شبه متأكد من هذه المعلومات هذه، بأن محنة الدراسة يعني صعيبة صعيبة على الناس اللي جايين يديروا البروميير سيكل، ولكن دائما يقدروا يكونتاكتيو، لأن هنايا في بلجيكا كيخدموا بواحد ان سيستيم دو غازموس، يعني تبادل الطلبة ما بين الجامعات والمدارس، يعني وما كاينش يعني في هذا ما بين مثلا المغرب والجزائر وتونس مثلا، ما كيكونوش واحد الشراكه ما بين الجامعات، ما كتكونش واحد الشراكه ما بين المدارس العليا اللي كاينه تما في المغرب وما بين المدارس اللي كاينين هنا في بلجيكا. وعليكم ممكن انكم تما تبحثوا في المغرب وتشوفوا المدارس والجامعات اللي دايرين شراكه، وكتصلوا بهذوك المدارس تما، وهما يشوفوا واش انهم يقدموكم ولا يصيفطوكم وتكلفوا المصاريف ديال الدراسه ديالكم، وهما كيحلوا محل الكارون، يعني كيسقط عليك هذاك الكارون، ولكن كتبقى المدرسه هي اللي كتكلف بالدراسه ديالك حتى كتكمل هذيك لا بيريود اللي كتكون، وكتكون دائما كتكون هذه لا بيريود هذه ليميتي، يعني عام ولا عام رونوفلاب، ولا كتكون ما بين شهر حتى 3 شهور. يعني هادو هما المعلومات اللي كاينه. غادي نقدم لكم معلومات اضافيه ومفصله في الفيديو لتحت، ممكن انكم تطلعوا على هذه المعلومات، ودائما الاستفسارات والاسئله طرحوها في الفيديو، وان شاء الله غادي نجاوب لكم على جميع الاسئله اللي كتقدموا بها. اذا كيكون هذا هو خلاصه القول والنهايه نتاع الفيديو، نشوفوا ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش دائما الاشتراك في القناه، لان غادي يكونوا فيه مجموعه نتاع الفيديوهات باش يوصلكم دائما الجديد القناه ان شاء الله، والى فرصه اخرى ومع السلامه.